أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مضاعفة عدد السائحين الذين يسمح لهم بالسفر إلى اليونان أسبوعياً إلى 1200 شخص بدءاً من الأسبوع المقبل. هذا وسيتم السماح للسياح من إسرائيل بالسفر إلى 4 مواقع في اليونان، وهي أثينا وسالونيكي وكريت وكورفو، والتجول في كافة أنحاء اليونان. وأشارت الخارجية إلى أن الدخول مشروط باختبارين لفيروس كورونا، الأول يجرى قبل المغادرة إلى اليونان والآخر عند الهبوط، وبعد تلقي نتائج الاختبار الثاني سيطلب من الإسرائيليين البقاء في حجر قصير في فندق قريب من المطار.